اهلا حضراتكم، معكم محمد كباكو من قناه كباكو تي في. اتنين واقفين جوه الاسد في حديقه الحيوان ما في الدنيا، ولكن الاسد هيحس بحاجه غريبه تجاه الراجل. حتى الراجل جاب ورا زي ما انتم شايفين، فالاسد مش هيحل، الاسد هينط عليه. ولكن لحسن الحظ ان هما اتنين جوه القفص، فهيبدا الراجل التاني يحوش زي ما انتم شايفين نط عليه. بدا الراجل يحوش، حتى مرات الاسد لو انتوا واخدين اللبوه، لا مؤاخذه في الكلمه، بتحوش الاسد، يعني لبوه ودي شتيمه عندنا في مصر، وبتحوش الاسد بوسه. يعني شوف في اللبوه مش اللبوه اللي عندنا، يعني مراتات الاسد اللي عندنا. فربنا سطر عليه وستر علينا يا رب. السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد كباكو من قناه كباكو تي في. زي ما احنا شايفين الفار نزل للقط، وزي ما احنا شايفين غير زي ما احنا ما متعودين او متربيين، اتربينا او اتعودنا او شفنا في توم جيري ان القط بيفشخ الفار، ولكن هنا العكس، الفار بياخد منه الاكل وغصب عنه. انا هاكل يلا، والقط مش قادر يعمل حاجه. بص الفار قد ايه اصلا، انا شفته اترعبت اصلا. السلام. السلام عليكم، معكم محمد كباكو من قناه كباكو تي في. الثور دوت بيعمل حاجه في ارضه، في الارض انا قلت بيهرش ولا حاجه، ولكن سبحان الله بيعدل سلحفه. السلحفه لو اتقلبت على الصدفه بتاعتها او على ظهرها بتموت، ما بتعرفش تتنفس فبتموت. فسبحان اللي وزع الرحمه على قلوبنا وعلى الحيوانات كمان، وانه فهم سبحان الله الثور دوت اللي احنا دارسين في المدارس ان هم ما عندهمش عقل، ولكن هيهات انه يعدل السلحفاه. سبحان الله، اللي يعيش ما يشوف، واللي يتفرج على فيديوهات كباكه يشوف اكتر. سلام. السلام عليكم، معكم كباكه من قناه كباكه تي في. الراجل صاحب الكلب الجولدن دوت كاتب على البوست بيقول لك صاحب الكلب والغزاله صحاب من 11 سنه، بقى لهم 11 سنه صحاب، لدرجه ان الغزاله في مره جابت له عيال. طبعا لما عيالها كبروا شويه كده وقدروا يتحركوا زي ما احنا بنشوف، جابت له عيالها عشان يتفرج ويلعب معاهم، وبتروح تخبط على الباب عشان تطلع الكلب يلعب معاها. طبعا الكلاب، يعني مش انا اللي هتكلم عن الكلاب، ولكن الكلب اكتر حيوان ممكن يسحب اي حد ممكن يصاحبه. في امثله كتير، الاسد اللي قعد لوحده فدخلوا عليه كلب وصاحب الكلب، المعزه، مش عارف ايه، الشمبانزي عندنا هنا في حديقه الحيوان، حتى الشمبانزي لما مراته ماتت دخلوا عليه كلب عشان يونسه. سبحان الله. سلام. السلام عليكم، معكم محمد كباكه من قناه كباكه تي في. اللي انت شايفه قدامك ده مش منظر عادي، ده منظر سبحان الله سبحان الله. النمل اللي فوق الكبير ده النمل الابيض، والنمل اللي تحت ده النمل العادي اللي هو عندنا في البيوت ده، وما بينهم حراس، ومكتوب على اللي منزل الفيديو ما بينهم هدنه. سبحان الله، النمل بياخد هدنه وبيشتغل مع بعض وبيساعد بعض، والبشر استغفر الله العظيم حروب وقادمين الدنيا. يا ريتنا كنا نمل يا جدع، والله يا ريتنا كنا نمل يا جدع. فسبحان الله يعني، سبحان الله. سلام. السلام عليكم، معكم محمد كباكو من قناه كباكو تي في. اناكوندا او تعبان بيطلع النخله، سبحان الله انا اول مره اشوفها بتطلع، انا بحسبها بتطلع عادي يعني بتمشي كانها ماشيه على الارض بس على البتاع، ولكن شوف سبحان الله الاستراتيجيه اللي بتطلع بيها، بتطلع تلف 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 زي الصاموله في المسمار البريمه، وبتطلع سبحان الخالق. اللي يعيش ياما يشوف، واللي يتفرج على كباكو يشوف اكتر. سلام. السلام عليكم، معكم محمد كباكو من قناه كباكو تي في. الباندا من اكيد الحيوانات اللي ممكن تشوفها في حياتك، وطبعا كان مهدد بالانقراض عشان كده مفيش منه غير في الصين. هو دلوقتي نسبه الانقراض قلت شويه بسبب الانتاج يعني، وان هم محافظين عليه. وزي ما انتم شايفين الست عشان تحاول تدخل جوه فبتحاول تلهيهم، والدببه الباندا طبعا سلاله الدببه مش سايباها في حالها، مش مخليها تكنس ولا تعمل، والست عيني مسحولة معاه. ففيديو سو كيوت يعني، عجبني كده ونفسي اربي باندا، واللي نفسه يربي باندا يكتب لي في الكومنتات تحت، ونطلع على الصين نجيب لنا كل واحد دب باندا كده، انا مثلا اجيب دكر انت تجيب النتايه، ونجمع كده ونعمل كومينتي الباندا كده.
احلام يعني احلام اللي بتغني. سلام. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. الإيل ألف ي لام، اسم الحيوان ده اسمه إيل، بيلعب بالكرة زي ما انتم شايفين وبيدخلها جون، وبعد ما دخلها جون هينبسط ويتنطط كأنه يعني بني آدم. والكلام ده الحيوانات بتعمل الأسلوب ده إنها بتحب بني آدم، أو في بني آدم بيأكلها أو مهتم بيها بتشوفه وهو بيعمل كده فبتقلده بالظبط. فسبحان الله، سبحان الخالق، وسبحان سبحان الله، مفيش حاجه بعد سبحان الله. لايك شير سبسكرايب، واللي ايش ما يشوف، واللي يتفرج على كباكا يشوف اكتر. سلام. سلام عليكم، معكم محمد كباكا من قناه كباكا تي في. لو مالكش صاحب اشتري صاحب، اشتري كلب. ده الطفل ده كده خارج في عز الثلج وبيلعب هو وكلبه او بيفسح كلبه، كل شويه يقف ويبص كده يتاكد ان الكلب لسه على الزلاجه وبينبسط. حاولوا تنبسطوا حتى لو مع الحيوانات، البشر خلاص فقدنا الامل فيهم. انسى بقى، انسى اللي صاحبك باعك خانك، انسى على ابوك الوسخ. خليك بقى في الكلب كده، هات لك قطه، هات لك سلحفه، ابدا بقى. شوف بني ادم جديد، مش كل البشر برضو وسخين يعني. سلام. السلام عليكم ورحمه الله، معكم محمد كباكا من قناه كباكا تي في. البيضه اللي بتتكسر ديت قدامكم مش تعبان ولا تمساح، ده تنين الكومودو. طبعا مش انا اللي هتكلم عن تنين الكومودو، ولكن اول مره اشوف له فيديو وهو صغير كده وشكله يعني ايه كيوت، يعني هو مش كيوت بس بنكذب، وريت تصدقوا كده بقى. وهو كده هو كبر شويه، طبعا هنحاول نجيب لكم نشوف لكم فيديو هو الكومودو دوت وهو كبير قوي عشان تعرفوا انا بتكلم عن انهي حيوان. فبس اللي ايش ما اشوف واللي يتفرج على كباكا يشوف اكتر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. أغرب ضفادع في العالم، سبحان الله سبحان الله، ظهرها شبه ورق الشجر عشان التمويه وعشان الطيور ما تاكلهاش. ويعني أنا شفت صور قبل كده للضفدع ده طبعا، ولكن أول مرة أشوف فيديو. فطبعا أو شفت فيديو تشوفوه معايا، ما عدا في فيديوهات تانية ما ينفعش تشوفوها معايا يعني. أمين أنت، قلق. سلام. السلام عليكم، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. سوبر مان، زي ما قلت لكم قبل كده، سوبر مان مش بس في الكوميكس، لا سوبر مان في منهم في الحقيقة. والواد أو الراجل دوت سوبر مان بينقذ إيرت، بيحاول ينقذه بكل حاجة ممكنة، وسبحان الله ربنا قدره إنه ينقذه، ويعني عمل ما لم يعمل كأنه ابنه بالظبط، لدرجة إنه حط بقه في بق الإيرت عشان ينقذه. وأنا لو مكانه هعمل كده عادي يعني، ما احط بقي بص في لمؤاخذه، بس المهم ننقذ روح. فسبحان الله يعني انقذوا، ويعني خلوا الرحمه في قلوبكم، خليكم بني ادمين. ساعات بننسى ان احنا اصلا بني ادمين. سلام.